فيلم آدم من إخراج مريم سوزاني بطولة لبنى أزابال، بطولة مشتركة بين لبنى أزابال. الفيلم ديالي أنا فرحانة أنه غادي أخيرا في المغرب، غيتعرض في مهرجان مراكش كأول عرض مغربي، وكنتمنى الفيلم يعجب الناس. الدور ديالي درت دور ديال أم عازبة والمعاناة ديالها، لأنه موضوع ما كنطرقوش ليه بزاف في المجتمع ديالنا ومن طابوهات ديال المجتمع ديالنا. وهذه المرأة غادي تجي لكازا وغتلاقى بواحد صديقة اللي غتولي صديقة من بعد، هي عبلة اللي جستها لبنى أزابال، وغنشوفوا كيفاش كل وحدة كتعاون الأخرى في هذا المجتمع الذكوري اللي كنعيشوا. أنا كنظن بأن الناس غادي يتضامنوا مع قصة ديال هاد جوج ديال النساء اللي كاينين في الفيلم.